3-1 تشكيله راهم يهضروا فيها ان شاء الله يكون ماتش شباب وعندنا امكانيات عندنا لي جوار ورانا رابحين وراكم رابحين ان شاء الله واودو ديري في باوزي ان شاء الله مربوحه ان شاء الله فيها ان شاء الله فيها روعه ان شاء الله Algeria is winning 2-1 we are supporting Algeria Viva Algeria فيما يخص أداء المنتخب الوطني في شوط المباراة الأول أظن أنه أداء كان جيد لكن غابت الفعالية الهجومية المنتخب الوطني لو يستغل مثل هكذا فرص راح يكون أقوى في شوط المباراة الثاني محرز راطة في نارتيش عيال شوية خاصنا في زعبة الجاميطة وإن شاء الله بالك يعود يولي إن شاء الله يقدم بالإضافة وإن شاء الله نديرو الجاميطة وشباب ولا فيك دور إن شاء الله على كل حال ماتش كما نقولوا مستوى ما كاش كاع تشوف لي جو ما كاش تاكتيك ما الانسجام بيناتهم ما كاش حنا كيما نقولوا هذه اللمسه تبقى تاع المدرب راك فاهمني وان شاء الله حنا ماذا بينا مدرب هذا يتبدل خير عجبونا شبيبه اليوم داروا غايه وبصحتنا والحمد لله 3 بوا مليحه هذه ورانا عاد نوجدوا فيها وان شاء الله ندوا لكوب دافريك ونروحوا للمغرب ان شاء الله ندوها في بلادهم